الجزائر تطورت تطور كبير جدا عسكريا، بينما المغرب تطور لكن تطور بسيط جدا. يعني مقارنة بالقوة العسكرية الجزائرية تعتبر 10 أضعاف القوة المغربية، هذه حقيقة. القوة المغربية، القوة العسكرية الجزائرية تعادل 10 مرات ما تملكه المغرب من قوة عسكرية. يعني في حالة نشوب حرب بين الجزائر والمغرب خلال 10 أيام، يستطيع الجيش المغربي أن الجيش الجزائري أن يحطم جزء كبير من إمكانيات المغرب العسكرية، جزء كبير. لا لا سي بن سديرة، شوف معايا، تبع معايا، راه اللاوعي ديالك، اللاوعي ديالك انت تعلم جيدا الحقيقه، ولهذا اللاوعي ديالك تكلم وقال الحقيقه، الحقيقه اللي كتهربوا منها انتم كجزائريين واللي حاولت تهرب منها في هذا الفيديو، ولكن زلت اللسان ديالك او اللاوعي ديالك الحقيقي وقع فيها. عاود مزيان الجمله باش نسمعوها. يستطيع الجيش المغربي ان الجيش طبعا في الحقيقة المغرب يستطيع أن يقضي على الجزائر في 10 أيام، والله العظيم. شوف المشكل ديال الجزائر هما أنهم عايشين خارج التاريخ وخارج الواقع، ولهذا كيخليهم أنهم كيكذبوا الكذبة، وبكثر ما أنهم كيبقوا يعودوا فيها كيتيقوا أنها صح. الجزائر أكثر شعب عربي تعرض، يعني الاستعمار 500 عام تقريبا، 400 عام ديال الدولة العثمانية ديال الأتراك، وأكثر من 100 سنة ديال الفرنسيين. أكثر دولة سقطت فيها القتلى حسب إحصائياتكم كتقولوا 7 الملايين، من 1830 إلى 1962، فيها 1.5 مليون من 54 إلى 1962. دخلتوا 4 ديال الحروب مع المغاربة، حتى شي حرب ما انتصرتو فيها، حرب الرمال، مغالة 1، مغالة 2، ومغالة 3، كذلك مع الفرنسيس بقي لحد الآن مستعمرون باتفاقية إيفيان. الجماجم ديال جدودكم لم تحرروها لحد اليوم من فرنسا، وكتجي انت اليوم خارج التاريخ كتقول لنا بأنكم جيش قوي. احنا اليوم غادي نشوف واحد الحرب من نوع خاص، يعني عاشها كيعيشها المغرب وكتعيشها الجزائر هذا الأسبوع. حرب من نوع خاص تتطلب تدخل الجيش، تتطلب كذلك معدات وآليات عسكرية مهمة، وهي الحرب مع النار، مع العافية ومع الحرائق. غادي نشوفوا هذه الحرب وشكون الأكثر، يعني الجيش أو الدولة اللي قوية اللي استطاعت تعامل مع هذه الحرب بقوة وكذلك بعقلانية وبتسليح مهم. تبعوا معنا الحلقة من الأول حتى الأخر، غادي نشوفوا بعض المباني وبعض يعني حديث عن احتراق حافلة بمن عليها داخل الجزائر، وغادي نشوفوا كذلك الطائرة الروسية اللي شراو أو اللي غير كراو، هما مساكن راه ما يقدوش يشريو، اللي كراو من روسيا، اشنو اخبارها وشنو قال عليها وزير الداخليه الجزائري. تبعونا من الاول حتى الاخر. مشينا مع محمد السباحي. قلنا تحيه مجدده، المغرب والجزائر كيعيشوا هذه الايام على وقع الحرائق. الفرق بين الدولتين ان دوله تتعامل بامكانياتها الخاصه، بامكانياتها الذاتيه، وتنجح في كل مره في بضع ايام قليله على اطفاء الحرائق عبر طائرات اقتنتها مسبقا من 2011، والمغرب كيشري في الطائرات ديال الكنادير. ودوله اخرى من ذاك العام هما فرع لنا الطرح انهم غادي يشريو الكنادير، رئيس الدوله ديالهم مشاو عند شي امريكانيين كيبيعوا التراكتورات وقال لهم بين الكنادير، واصلا الاسطول المغربي من الكنادير اقوى من الاسطول الامريكي، وغادي نشوفوا الاحصائيات في هذه الحلقه، وكذلك نشوفوا التصريح ديال هذاك وزير الداخليه ديالهم حول عطل في الطائره اللي جابوا من روسيا وكارينا بسبب ديال الفلوس. اليوم كنشوفوا حريق داخل شركة نفطال بولاية الطارف، يعني شركة نفطال النفطية وهي جزائرية. شوف معايا،
لا اله الا الله محمد رسول الله. كما كنشوفوا شركه نفطيه يعني الحرائق بقات كتوصل 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 توصلت المصنع او احدى النقاط ديال شركه نفطال بولايه الطارف. كذلك واحد وكاله الانباء ستيب كتبت ونقلت لنا واحد الفيديو قالت حرائق الجزائر تطال المنازل وتلتهم حافلة بمن فيها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كانوا فيها 8 ديال الناس وكتنشر لنا هذا الفيديو كما كتشوفوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، فين هي الطائرة الروسية اللي كرات الجزائر؟ وعلاش الجزائر إلى حدود اليوم بعد تجربة السنة الماضية يعني والحرائق اللي كانت في القبيل ما شروش الطائرة ديال الكنادر؟ قال لك سيدي هما أقوياء على مستوى السلاح، أقوى من المغرب، ودخلوا هذه الحرب بخسائر مهمة. وزير الداخلية كمال بلجود خرج بواحد التصريح ليقول لنا هذه الطائرة الروسية فين مشات. نسمعوه مزيان. تلك التي تم استهجارها من روسيا. للأسف للأسف هذه الطائرة التي استأجرت من روسيا حصل عليها عطب منذ 3 أيام. حصل عليها عطب حين تدخلت في احدى الاماكن، فان شاء الله ربما اليوم السبت ان شاء الله سوف يتم اصلاحها. السلاح اللي دائما الجزائر تفتخر به، السلاح اللي كدير به الاستعراضات العسكريه وكتقول بانك توجد المغرب وموجده المغرب سلاح مهم، هو سلاح الخردة. دائما نقولها ونكررها وديما كتضحكوا علينا وكتقولنا باننا احنا مغيارين وباننا حاسدينكم وبانه اليوم تبين بالملموس الطائرة الروسية اللي جبتوا باش تطفي لكم الحرائق بانها خردة ضربت واحد يومين ولا 3 أيام وراي وقفت. كتعمروها بالتيو يعني كتجيبوا الكاميونات ديال البومبية وكتعمروها بالتيو باش تطفى. احنا هنا والله القسائم يعني من قلبي أقولها يعني أقولها من قلبي والله العظيم لا أشمت، والله ما كنشمت في هذا الموضوع ديال الحرائق، لأن كاينين بزاف ديال الأبرياء وديال الناس لا حول ولا قوة لهم، ما عندهمش لا علاقة بالعداء للمغرب، ما عندهم ما عارفين شنو واقع في الصحراء، ما عندهم ما كيعرفوا حتى البوليساري وشكون هي، يتعرضون ويكتمون مساكن بهذا النار. لهؤلاء للشجر للحيوان وكذلك للبشر البريء أقول بأن قلوبنا معكم ونتضامن معكم في هذه الأزمة، ويعني هذه النار بغينا سلاما وبردا على الشعب الجزائري كله، لأنه في النار في العافية ما يمكنش نشمتوا في واحد يعني في واحد آخر. نهار اللي تدخلوا معنا الحرب وتجيو تعداو علينا، انا ذاك اللي دخل الحدود ديالنا لباباه يتبندر، انا ذاك ماشي غير كنشمت فيك، نفرح فيك واقيم الزغاريت والافراح والاعراس. اما ان العافيه وموضوع العافيه فلا شماته في هذا الموضوع. حاولتي السي بن زديره انك دير واحد المقارنه، يعني واحد المقارنه بين الجزائر والمغرب. شفنا بأنكم خاسرون مع النار، جبتوا طائرة يتيمة عسكرية من يعني طائرة عسكرية لإطفاء النار من روسيا خردة، وامتنعتم كنتم داخلين في واحد الصفقة مع واحد الشركة إسبانيا من أجل شراء بعض الطائرات الصغيرة هي لا ترقى إلى الكنادير من أجل إطفاء النيران والاستعداد لموسم الحرائق في الصيف، ولكن تعنت ديالكم سمحتوا في هذيك الصفقه وقلتوا باننا نحن نقاطع كل ما هو اسباني، وبالتالي شوف 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 التكبر، شوف التعنت، شوف المسؤولين الجزائريين انه لا تهمهم الشعب الجزائري، لا يهمهم المساكين الساكنين الذين يسكنون بجوار الغابات، بل تهمهم كذلك ديك الانفه ديالهم وديك العياقه ديالهم الخاويه اللي ما منها والو. فضلوا
أنهم يقاطعون كل ما هو إسباني، لأن إسبانيا تحالفت مع المغرب واعترفت بمغربية الصحراء. وملي هذا الشيء كله قال لهم لا، إحنا ما بغيناش الطائرات ديال الطائرات ديال إطفاء الحرائق، ما بغيناش بغيناهم. اليوم كنتم غادي تحتاجوهم وغادي تعتقوا هاد الأرواح التي زهقت بهذيك الطائرات. إذن هنا بغينا نبينوا للشعب الجزائري اليوم والشعب الجزائري وعيق وفيق وعرف عرف شنو الواقع اليوم. الأرواح ديالك لا تساوي شيئا عند النظام الجزائري. المغرب حين طرح العام اللي فات أنه يصفت طائرات الكنادير ديالو رفضها الحاكمون ديالكم. كون جات هذيك الطائرات ديال الكنادير كون اعتقدت مجموعة من الأرواح. لا يهم حينما يتعلق الأمر بالحرائق، راه الفلسطينيون صيفطوا لي سيترن داك العام، سيترنات صيفطوهم لإسرائيل باش تطفئ الحرائق في إسرائيل. وإسرائيليون كذلك ملي كانت التلقيح ديال الكوفيد راهم صيفطوا مجموعة من الجرعات إلى الفلسطينيين وتلقوا بصدر رحب وشكرهم وقالوا لهم شكرا لكم يا إسرائيل على هذه الحويجات كلها. حينما يتعلق الأمر بالسلامة والصحة ديال الشعب لا يهم من أين تأتي المساعدة. ما يهم اولا هو انه تكون المساعده ونحميو الارواح ديال الناس. هادشي ما كيعرفوش هادوك الناس اللي حاكمينكم، هادشي ما كيفهموش نهائيا، ما عندهمش مع حتى انساني حتى بنادمي نهائيا. ملي حبيتوا المقارنه ازيد نقارنوا. المغرب من 2011 مازال ما كاين المواسم ديال الحرائق، مازال ما كاين التغيرات المناخيه الخطيره اليوم التي تصيب العالم. المغرب بدا كيشري من الطائرات ديال الحرائق من 2011، وصل الى اليوم الى 8 ديال الطائرات، واصبح من الدول الرقم 4 في العالم ملي كنحسبوا شنو هي الدول التي تملك اكبر اسطول في العالم. كنلقاو الدوله الاولى هي كندا، لا غرابه في ذلك. علاش؟ لان كندا هي الدوله التي تصنع هذه الطائرات. كندا عندها 26 طائره هي في المرتبه الاولى. في المرتبه الثانيه كاينه ايطاليا عندها 19، والمرتبة الثالثة فرنسا عندها 12، واليوم المغرب المرتبة الرابعة عنده 8 في العالم، ويستعد العام الجاي أنه يأخذ جوج الصفقة مديورة وكل شيء كاين، الاستلام مديور في العقد أنه غادي يستلمه في 2023، يعني غادي تكون عندنا إن شاء الله 10 في 2023. شنو جاب لك أنت كذبون ديالك؟ أشنو أش من سلاح جابو باش يحميك من الحرائق؟ هو كيتسلح غير المروك وباش كيتسلح بالخردة الروسية. لهذا باش تعرف راسك اشنو كتسوى يا ابو الصبع يا المبردع. اذا حرب الحرائق ما ربحتوهاش، وجاي كتحلم انك تربح حرب مع المغرب. واتحدى اي جزائري اليوم، اتحدى اي جزائري اليوم يكتب لي يجيب لي شي حرب دخلتوها عبر التاريخ، يعني من القرن الخامس عشر الى اليوم معركة ربحتوها. اتحداكم جيبوا لي شي معركه ربحتوا غتقول لي خرجنا المستعمر الفرنسي سنه 1960، والله ما خرجتيه بالله العظيم. درتي معاه عاده ايفيان، واليوم اقولها واكررها بان السبب في المشاكل مع المغرب والجزائر هي فرنسا لحدود اليوم. فرنسا مرات تكوي مرات تبخ. فرنسا تجي للمغرب تقول لي انا معاك في قضيه الصحراء، وتمشي للجزائر تقول لها لا نحن معكم في فرنسا. أكبر شيطان. فرنسا حين خرجت من المغرب ومن الجزائر زعرعت عملاءها ليحكمون الجزائر إلى حدود اليوم وينفذون السياسات ديالها. وخير دليل أنها كتشتم فيكم وتعير فيكم وتنتقص فيكم كيف ما بغات، والله ما تقدروا تقاطعوها بالله العظيم. كتخرجوا بديك التمثيليات على يعني التمثيليات كتطابقوا مع فرنسا اننا غادي نمثلوا على الشعب ديالنا باننا نحتجوا وكذا وكذا، ولكن غير دوز واحد شهرين ولا شهر والشعب انسى نرجعوا العلاقات كيف ما كانت. وهذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي وقع وهذا الشيء اللي كاين. خذنا بلا ما نطولوا عليكم بزاف نهايه ديال هذه الحلقه. ما تنساوش الدعم ديالنا بابوني اشتراك تفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.